السؤال الرابع يقول: شوف الشارع الصوفي كله يسأل، أيضا دار كلام هنا في الواد على أن الاتحاد الرياضي الصوفي الصاعد حديثا القسم الأول طلب خدماتك. هذا كامل سمعناه الكلام هذا. فالآن نعود لك نفس السؤال تاع الشارع الرياضي الصوفي، وكامل لم يسمعوا فيا، هل تلقى سفيان بيزيد أو إدارة خنشلة أو وكيل أعماله اتصال من الاتحاد الرياضي الصوفي للعب مع هذا الموسم؟ كاين ما كانش. والله حتى أنا كما قلت لك سمعت كيف كما سمعت أنتم لحقاتك يعني الإدارة تاعهم باش اتصلت بيا ما كانش اتصال ما كانش اتصال يعني من رئيس النادي أو سكرتير تاع النادي ما كانش اتصال مباشر يعني باللاعب أو بالإدارة ما نظنش. إدارة ولا الوكيل؟ ما نظنش الإدارة ما كانش الوكيل وما كان لا أنا نهضر على نفسي ونهضر على الوكيل يعني ما كانش اتصال من إدارة الاتحاد الصوفي. لو كان كاين اتصال راح تكون كاينة مفاوضات وراح نسهل المفاوضات جدا يعني من الطرف تاعي راح نسهل المفاوضات جدا. قد نراك يوما ما في الاتحاد الرياضي الصوفي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أنا نطلب ربي يطولوا في المحترف الاول يتوفق الفريق ان شاء الله ان شاء الله. في من اعطى سؤال قال قولوا سفيان بيزيد يعطي نصيحه ذهبيه الى الاتحاد الرياضي الصوفي الصاعد حديثا القسم الاول، هل من نصيحه؟ النصيحه واش راح نقول لهم؟ يد واحده ما تصفقش يعني لازم سلطات اداره طاقم فني لاعبين حتى الاخر ما باليش عامل في النادي هادو من جهة كان المناصرين من جهة واحدة أخرى لازم يتكاتفوا بجهود الجميع ويا ربي إن شاء الله تحقق لأنه المحترف الأول صعب يختلف في القسم الثاني يختلف اختلاف كبير إن شاء الله ربي توفقوا. هي أولا نوعية لاعبين ما هيش الأسماء ما هيش الأسماء اللي تلعب في لكن روح المجموعة هي اللي راح تدير أولا نوعية اللاعبين. المدرب اللي جابوه بالعطوي يعني انسان خدام ان شاء الله نتمنى له التوفيق للاتحاد الصوفي ونتمنى له التوفيق رئيس النادي ويعني نتمنى لهم التوفيق. هي ماهي سهله بصح ماهيش صعيبه يعني ماهيش مستحيله نعم هذه هو حاجه مليحه يعني الاتحاد الصوفي في المحترف الاول نعم هذه يعطي واحد الدافع الانديه تاع الجنوب ماهيش حاجه مستحيله المحترف الاول ماهيش حاجه مستحيله ان شاء الله ربي يتوفق كل التوفيق للاتحاد الرياضي الصوفي ايضا اعوام ان شاء الله ايضا اولمبيك المغرب ما ننسوش صعد حديثا القسم الثاني. والله انا نوجه تحيه لكامل السوافة كاين نهضه رياضيه في مدينه واد سوف يعني في ولايه واد سوف نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المواسم القادمه. العام هذا ان شاء الله رانا ان شاء الله لاقحين كره مع اولمبيك المغرب القسم الثاني نتفرجوا مرتاحين وفرحانين ومشجعين والاتحاد الرياضي الصوفي في القسم الاول ايضا نوادي القسم الثالث التضامن الصوفي ولكن نزيد نوجه نداء لولايه قرد سواء سلطات سواء رؤساء نوادي نتسنى موسم ثاني ان شاء الله منكم موسم جيد في ولايه قرد غار من الواد شويه لازم تغير تغير بالايجاب ماشي تحقيق نعم كان غيره ايجابيه وغيره سلبيه كاين واحد يحطمك باش ترجع كيفه وكاين واحد يخدم باش يولي كيفك ان شاء الله يولوا يخدموا كاين لاباط في ثاني في ولايه قرطه كاين مواهب كاين لاعبين كاين مدربين تخص الوقفه فقط ناس تخص وقفه الرجال بالتوفيق ان شاء الله.